كيف خصمتوا لي 10 دنانير 3 مرات ولما انا اعترضت على واحدة رجعتوا لي 3؟ بالمناسبة لكل اللي سألوني مين البنك اللي انت تعاملت معه ومين البنك اللي انت عميل عنده، بحب احكي لكم انه انا البنك اللي انا عميل معه هو بنك الاردن. مرحبا جميعا، حكيت مع البنك، رد الموظف بيعطيك العافية، أنا قدمت اعتراض قبل 10 أيام أو أقل أو أكثر شوي، حكت لي الموظفة راح نرجع لك، ما رجعتولي، فشو المشكلة؟ خير سيد جاسر، إيش المشكلة الموجودة عندك؟ أنتوا اقتطعتوا علي غرامات تأخير أو غرامة تأخير بقيمة 10 دنانير، وفي مبلغ اقتطعتوه بقيمة 8 دنانير و66 قرش، وفي 45 دينار مسحوبين وراجعين على الحساب، وغيرهم 3 حركات ما رجعوا على الحساب، اللي رجعت على الحساب لانكم انتم مش عارفين من وين انسحبت ورجعتوها على الحساب. بدنا نعرف كيف قاعده بتمشي المصاري وبتروح وبتيجي وما حدا عارف وين بتروح. دقيقه معي على الخط اذا سمحت، 5 6 7 دقائق. والله باش مهندس جاسر، انا ما عندي هاي الحركات موجوده على الحساب اصلا. اوكي كيف، ما زميلتك حكت لي انها موجوده هاي الحركات، وبناء عليه قدم الاعتراض. موجود الاعتراض، وهي في عندي ملاحظه انه قيد المتابعه. طب حلو، قيد المتابعه، متى راح تجيني في إجابة؟ لا سوري ما بعرف متى ممكن تجيك في إجابة. طب بالله شيك لو سمحت عندك في الحركة الموجودة ب 45 دينار بتاريخ شهر 6 حوالين 18 و 20 و 26 حسب التواريخ اللي كانت عندي طبعا من زميلتك قبل. إذا سمحت خليك معي. اختفى الزلمة، رجع بعد 10 دقائق أقل أو أكثر من 10 دقائق. في حركتين ب 45 دينار من نفس الصراف بنفس اليوم، طب في كمان غيرهم أغلبك. دقيقة أشيك لك، متى التاريخ إذا سمحت سيد جاسر؟ ما بعرف يعني حوالين 18 20 الشهر من 26 الشهر 25 الشهر من شهر 6 ب 2018. هي في كمان حركات ب 50 و 30 دينار. اوكي ما بدي ب 50 و 30 دينار، مع انه انا مش عارف ليش كانوا مسحوبين، بس انا بدي ب 45 قلت لك. اوكي خليك معي ثواني، برضه نغيب شوي ونرجع. هي في حركة ب 45 دينار بس مش معروف من وين، هي في عليها رمز بس انا مش مبين عندي من وين. اخذ وعطى اخذ وعطى واخذ وعطى. اوكي بدي اياك قلبك تتاكد لي من 45 دينار. باكد لك استاذ جاسر انه انا بكره راح ارجع لك ان شاء الله واحكي لك ايش هم هدول 45 دينار واجاوبك على كل اسئلتك. متاكد شو الاسم؟ ناسي صراحه شو الاسم اللي قال لي اياه. معك فلان. اوكي بدي اترجاك انا، متى بدك ترجع لي؟ لا حاشاك لا تترجاني، انا ان شاء الله بكره بكون راجع لك. اوكي بكره بتكون راجع لي اكيد؟ اكيد. بدي اترجاك ترجع لي بكره لانه انا زلمه بدي اعرف مصاري وين تروح وين تيجي. اوكي بس بدي اشيك لك على شغله باشمهندس جاسر، انت هي راجع لك فلوس على الكريدت، راجع لك بقيمه 30 دينار. كيف حالك؟ 30 دينار؟ 30 دينار، اصلا الاعتراض كان على 10 دنانير. كان في اعتراض على 10 دنانير لانه كان غرامه تاخير وما كان عليك اي تاخير انت، وكان المشكله من السيستم. اوكي ليش رجعوا 30؟ لا ما هو احنا كنا خصمين عليك 3 مرات قبل هيك، كل مره 10 دنانير، عشان هيك رجعنا لك 30 دينار بعد ما اعترضت. كيف خصمتوا لي 10 دنانير 3 مرات ولما انا اعترضت على واحده رجعتوا لي 3 وما اجاني اصلا فيهم لا ايميل ولا مسج؟ لا ما راح يجيك ايميل ولا راح يجيك مسج بهذا الموضوع باشمهندس جاسر. كيف يعني ما راح يجيني ايميل ولا مسج انا بهذا الموضوع؟ يا زلمه انا ما بدي ال 30، ما بدي احطهم ال 30 كلهم على جنب. كيف انت كبنك بصير عندك خطا في السيستم؟ هذا كبدايه. ليتس سي انه اوكي صار خطا في السيستم. اعترضت انا مره واحده، طلع في عندي 3 مرات انت ما اخذهم، طب هلا انا اصلا شو بده يخليني اثق فيك انت كبنك انك انت مش ماخذ غيرهم؟ وشو بده يخليني اثق فيك انت كبنك انه انت اساسا ما في فلوس راحت ما بعرف وين وبرضه ما رجعت على الحساب وانت كمان ما بتعرف وين راحت؟ بالمناسبه لكل اللي سالوني مين البنك اللي انت تعاملت معه ومين البنك اللي انت عميل عنده، بحب احكي لكم انه انا البنك اللي انا عميل معه هو بنك الاردن، وتجربتي كانت من أسوأ التجارب اللي هي مع بنك الاردن، وانا ان شاء الله راح اسحب فلوسي لانه الموظفين مش على قدر عالي من التدريب ولا على قدر عالي من الاحترافية ولا من احترام العميل ولا من الخدمات ولا من أي شيء. هذه تجربتي أنا الشخصية مع البنك، ما بدي أعمم لكم، يمكن يكونوا مع غيري أحسن بنك في الكوكب، لكن معاي أنا لما أنت تيجي تحكي لي أنا بعاملك معاملة VIP وتحكي معاي أنت من الإدارة وتحكي لي أنه أنت شخص أنا بدي أساعدك وأخدمك وتضحك علي بأنك أنت مرجع لي أو تعمل لي اعتراض
وتضحك علي بالفائدة انك انت نزلت قيمة الفائدة ورجعت رفعتها بعد 3 ايام، وتضحك علي بانه انت اصلا الموظف اللي عندك كانت الاتفاق انها تعمل لي عقد على اساس انه ما يكون في تغيير نسبة الفائدة، ولما انا جيت اوقع على العقد ما كان في مجال اقرأ ووقعت على العقد. اوكي غلطتي، لكن انت على اي اساس بتجهز العقد مش زي ما انا طلبت؟ وبهذا الصدد انا راح ادارك مشكلتي، ما بدي تعدل لي ولا اشي على الفائدة، انا راح اجي اسكر كل المبالغ الموجودة عندك وراح اسحب الاكاونت من عندك بغض النظر هو بأثر عليك كبنك ولا ما بأثر عليك كبنك. لكن مصداقية التعامل هي اهم اشي، والاحترافية هي اهم اشي. موظف يحكي لك برجع لك بكرة بالتلفون، المفروض ترجع لي بكرة بالتلفون. موظف تحكي لي راح اقدم لك اعتراض وراح ارجع لك ثاني يوم جاوبك على اسئلتك الثانية، وما ترجع لي لا ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا رابع يوم ولا خامس يوم ولا سادس يوم ولا سابع يوم، بمدة مقدارها من 5 ل10 ايام ناسي كم بالضبط. هون في خلل في التعامل مع العميل، اما استخفاف بعقل العميل او عدم مسؤولية من قبل الموظفين. يمكن الادارة تكون احسن ادارة، لكن الموظفين اللي تحت والكول سنتر والكاستمر سيرفيس ما عندهم اي مسؤولية تجاه العميل. اشخاص حكوا معي من الادارة ليحلوا مشاكلي حلوا لي اياها بنفس الوقت. موظفين بالكول سنتر تقعد تلحق وراهم 3 و4 ايام ما بتحصل على شيء. مرة ثانية، البنك اللي انا تعاملت معه هو بنك الاردن، واللي بده يصير يصير. انك تتعامل مع العميل بهذه الطريقة، فلوس تدخل على الحساب تطلع من الحساب من غير ما يتم اعلام العميل، هذا اشي ما بتوقع انه شيء جيد، بشرط او باهم سبب لانه ما يكون اشي جيد، لانه قززتوني وانتو تحكولي اشترك بالاس ام اس، اشترك بالبوج اونلاين بي او جي بانك اوف جوردن اونلاين، نزل الابليكيشن، غيرنا الابليكيشن ورجع نزله و الى اخره. في خدمات انت كنت كثير منيح فيها كبنك، لكن طريقة التعامل والاخطاء اللي قاعدة بتصير و الى اخره من اسوأ ما يكون. انا شخصيا ما رجعت بدي اتعامل مع هذا البنك، وراح اسحب كل الحسابات اللي عندهم، راح اسكر القرض الموجود وراح اسحب حسابي، وما بدي حساب في بنك. وبشكر بنك الأردن إنه هو وصلني لعند هذه النقطة اللي أنا أتخذ هذا القرار. رحلتي مع بنك الأردن كانت من كثير زمان، من 7 سنين يمكن 8 سنين، ناسي قديش المدة بالضبط. لكن أنا فتحت بفرع صيفة وفرع الجامعة الأردنية وفرع عمان في الجاردنز حسابات في هذا البنك، وكل مرة كان يصير فيها أي خطأ كنت أحكي عادي يعني بتصير، بس إنك يدخل حسابك فلوس يرجع لك البنك فلوس إيش منيح، بس رجع لك اياه وهو مش عارف ليش رجع لك اياه اشي مش منيح، وانه يكون اصلا مسحوب من حسابه وهو مش عارف من وين انسحب اشي جدا سيء. فبعد هذا الفيديو بتمنى على ادارة البنك انها هي تطلع ايش اللي قاعد بيصير تحت وتحل هذه المشاكل كلها، وبتمنى انه يرجع يرتقي هذا الموضوع ويرتقي البنك في هذا الموضوع انه يتعدل هاي الاخطاء كلها اللي قاعدة بتصير. وبتمنى من الناس العملاء عند البنوك انك انت تتبع على حسابك شو قاعد بصير فيه، كيف تدخل فيه فلوس كيف بيطلع فيه فلوس. كل هذه القصص اللي صارت خلال 2 شهر انا بس طلعت فيهم على الحساب ايش دخل وايش طلع، مبالغ جدا صغيرة مبالغ جدا تافهة، لكن الاثر تبعها جدا هائل، انه انت يعني ممكن ما بتعرف قد ايه ممكن ينسحب منك. الاسوأ من هيك الكومنتس والقصص اللي اجتني من الناس عن البنوك اللي هم بيتعاملوا معها، مرة ينسحب منه مبلغ مرتب، والله ليش؟ والله لأنه إحنا أخذناهم نستثمرهم وراح نرجع لك إياهم. كيف تأخذهم وتستثمرهم ما ترجع لي إياهم ما تحكي لي؟ يعني ما بعرف أنت شو طبيعة عقدك كان مع العميل، لكن إذا مش احترافية أدبيا لازم تخبره إنه أنا هين بدي أشغل لك فلوسك وراح ترجع لك إياهم، وإنك تأخذهم وتشغلهم وترجع له إياهم أنت لازم ترجع له إياهم بنسبة أرباح، يعني أنت بتشغل للزلمة فلوس بتشتغل بفلوس الزلمة قاعد. غير انه اللي راح يسحب من الصراف الالي وما سحبوا الفلوس وانخصموا من حسابه، ولما راح يراجع ما حدا رضي يفتح له لا كاميرات ولا رضي يفتح له ولا يرجع له فلوسه، غير اللي بالايداع تم ايداع رقم غير الرقم، يعني في كثير مشاكل بتصير مع البنوك. فبتمنى من الكل انه هو يدير باله على فلوسه. ونصيحه، اذا انت مش محتاج انك تحطهم في البنك لا تحطهم في البنك. والسلام عليكم.